نحن نشاهد الآن في قصر المؤتمرات بدأت منذ ساعات أو ساعة وبضع دقائق افتتحت القمة، افتتحها الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل، وكان لافتا في الافتتاح الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل المشاركون في القمة. وبعدها بدأت أعمال القمة بكلمة للرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل وكلمة للأمين العام للأمم المتحدة. كما شاهدنا حجم التنظيم الكبير الذي ظهر في هذه القمة يظهر قدرة كوبا على تنظيم أحداث سياسية كبيرة. وكان هناك أيضا مشاركة أو حضور للزعيم الكوبي راؤول كاسترو في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة. الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل استهل كلمته الكلمة الافتتاحية للقمة 77 زائد الصين للتأكيد على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها الدول النامية على مستوى العالم واحتكار الموارد الطبيعية من قبل العديد من أو من قبل الدول المهيمنة. وكما أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل أيضا على أن الأموال التي أنفقت على الحروب في السنوات السابقة كان يمكن أن تكون لاستخدامها في تطوير الدول النامية. إذن كان هناك أيضا كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي شدد فيها وكان محورها الأساسي هو التأكيد على العداوة والمساواة، والذي أكد أيضا أن مجموعة 77 والصين تشكلت لمواجهة عقود من التهميش والعدالة. إذن اليوم نتحدث عن دور هذه المجموعة 77 والصين في مواجهة التحديات التي تواجهها دول الجنوب والدول الفقيرة، محاربة الفقر، وفي نفس الوقت أو خصوصا بعد جائحة كورونا التي غيرت وجه العالم والتي تتطلب حاليا تعاون وتضامن من قبل جميع دول العالم من أجل مواجهة التحديات الكبيرة، أو وخصوصا أيضا تم التطرق في هذه الكلمات أو المواضيع الأساسية هو مواجهة التغير المناخي أيضا. إذن هناك بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس الكوبي، وبعدها كلمة أيضا للأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا كان هناك الصورة التي جمعت جميع الرؤساء كانت هناك في قصر أو في قصر المؤتمرات مكان انعقاد القمة.